في مصر ومن قلب القاهرة الناهض، وعلى مساحة أكثر من 100,000 متر مربع وبالمنطقة الصناعية بمدينة شبرا الخيمة، يسطع اسم كريستال عصفور كواحدة من أهم المؤسسات العالمية في صناعة الكريستال. بدأت الشركة نشاطها في عام 1961 وبطاقة بشرية 100 عام، وأصبحت الآن تضم أكثر من 12,000 عامل يملكون العلم والخبرة لإنتاج وتطوير أرقى أنواع الكريستال الشفاف والملون وبأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا صناعة الكريستال في العالم. وحدات خلط ومعالجة وتنقية لرمال الكريستال من الشوائب بأحدث أجهزة الخلط والتنقية المتخصصة. أفران صهر عملاقة، بطاقة إنتاجية لأكثر من 80 طن يوميا لإنتاج قطع كريستال النجف بنسبة رصاص أكثر من 30%. مركز للتطوير والأبحاث المعملية بأيدي خبراء متخصصين وبأحدث أجهزة التحليل والاختبار والقياس المعملي. تفخر كريستال عصفور بإنتاجها المتميز من فصوص الكريستال فائقة الدقة وألوانها المتميزة لأكثر من 20 لوناً، وجار استكمال باقي مجموعات الألوان بمقاساتها المختلفة وأسعارها الفريدة والتي تلقى إقبالاً منقطع النظير لتميزها وجودتها الفائقة. ولمن ينشد لمسات الجمال والذوق الرفيع، لدينا مجموعة كبيرة ومتنوعة من هدايا الكريستال بنسبة رصاص أكثر من 30%، والإكسسوار الحريري بتصميمات متعددة تتناسب مع كافة الأذواق والاحتياجات.
ولدينا في كريستال عصفور إدارة متميزة لتصميم وتنفيذ النجف ذي المواصفات الخاصة بأحجام مختلفة لتتناسب مع كافة الطرز المعمارية للقصور والفنادق العالمية والمنشآت السياحية ودور العبادة لتضفي عليها لمسة من الجمال فتبدو جزءاً لا يتجزأ من المكان.